الو، ايوه يا فندم. انا اسفه يا دكتور، ما هلا بيا. انا طبت خلاص، ما تنظرني احسن دكتور في مصر. بقول كده عشان انت عرفت ان انا ما عنديش حاجه. والنبي يا دكتور ما كان عندي حاجه. بس انت عصبيه شويه. وايه بقى حكايه الاطباق اللي انت بتكسريها دي؟ اهو من ده كل شهر يا دكتور، وساعات كل اسبوع حسب الاحوال. على العموم بشتري صحون مخصوص للتكسير، وساحه الخناقه ازعق واقول يا بيت فين صحون التكسير. لا ده انت زيارتك خطر. باين عليك انت اللي خطر. هتشرفنا امتى باذن الله؟ انا تحت امرك، بس انت ما عندكيش حاجه خالص. يا سيدي بلاش تزورنا بصفتك دكتور، احنا مش جيران ولا ايه؟ اذا كان بصفتي جاركم طبعا يبقى لي الشرف ان ازوركم. لكن قوليلي انت ليه كنت شاكه في التهاب المسرى الاعور؟ انا ملتهبه على الاخر يا دكتور، وهلتهب اكتر النهارده الساعه 9. لا وحياتك اوعى تتاخر، 9:05 الالتهاب هيعمل انفجار، وانا ماليش دعوه، تبقى انت المسؤول. مع السلامه يا دكتور.